إن من كبائر الذنوب إخافة الناس وقطع الطريق عليهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن قطاع الطريق سواء كانوا يقطعون الطريق فيقتلون الناس ويأخذون أموالهم، أو يقطعون الطريق يخيفون الناس فقط، أو يقطعون الطريق يأخذون أموال الناس فقط، أيا كان قطع الطريق على الناس محرم. فإن جمع بين قطع الطريق وأخذ المال فهذا أعظم، إن جمع معها أخذ المال والقتل فهذا أشد وأعظم. وجعل الله لكل عقوبة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، سماهم محاربين لله ورسوله، وسمى الله تبارك وتعالى أعداء أوليائه محاربين، فقال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وسمى آكل الربا محاربا له، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يكلم آكلي الربا. فقطع الطريق على الناس، إخافة الناس، أخذ أموال الناس، قتل الناس من الجرائم العظيمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جاز الذين أخذوا مال الصدقة وهم العرانيون الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا المدينة وشكوا من وباء المدينة، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فإنما ذهبوا لك وجدوا الرعاة فقط أخذوا الراعي فقتلوه، وقبل أن يقتلوا سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وتركوه في الأرض حتى يموت، ثم ساقوا الإبل. فلما علم النبي بذلك صلى الله عليه وسلم طبق فيهم حد الحرابة، أمر باللحاق بهم فأدركوهم، فأثى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بهم كما فعلوا بالراعي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح، سمل أعينهم، قطع أيديهم، قطع أرجلهم كما فعلوا بالراعي، وهذا هو القصص. ثم رماهم في الشمس حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي تماما. وهذه هي العقوبة التي يستحقها من يقوم بمثل هذا الإجرام، أعاذنا الله وإياكم منه ومن أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.